توفير وسائل النقل للتلاميذ ديالنا والاطفال ديالنا باش يمكن لهم يولجوا للمدارس والاماكن ديال التدريس ويحاربوا الهدر المدرسي. هذا هو اهم شيء اللي كاين في هذا الشيء هذا، وهذه كدفعه اولى، ومازال باقي عندنا دفعه ثانيه ان شاء الله بحول الله اللي غادي تكون في القريب العاجل. كنتظروا غير تهيئه الوثائق القانونيه، لان ما يمكنناش نعطيو السيارات بلا وثائق قانونيه ديالها باش يمكن يتم الاستعمال ديالها في ظروف الحسنه. ونتمنى الله الموفق للجميع ان شاء الله بحول الله. إذا كما لاحظتوا أن هذه السيارات هذه كلها كان أولا كان عندنا اتفاقية إطار ديال العملية كلها اللي أثرت العملية، ومن بعد كانوا اتفاقيات فرعية ما بين الجماعات وما بين جمعيات المجتمع المدني، لأن الانخراط ديال المجتمع المدني هو الأساس في هذه العملية هذه، بحيث هما اللي غادي يقوموا بالتسيير ديال هذه السيارات هذه، واللي هما على اتصال مباشر مع المواطنين وفي المواطنين وكيعرفوهم كيعرفوا الحاجيات ديالهم، باش يمكن هذا التواصل ما بين الجمعيات والجماعة والنيابة ديال التعليم والمديرية الأكاديمية كلهم منخرطين في هذه العملية هذه. لان العمليه ما هي في الاصل كتبان سهله، ولكن هي راه ما سهلاش، صعبه. وباش نسهلوها هو هذا التشارك ديال الجميع في هذا الاطار. شكرا لكم. اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه باقليم القنيطره كانت دائما تساهم وتبرمج برامج او مشاريع هادفه في اطار المبادره، وفي هذا السياق غادي نتكلموا على المرحله الثالثه ديال المبادره اللي عطاها سيدنا انطلاقه ديالها في 2018. فبالنسبة لهذه المرحلة باللجنة الإقليمية للتنمية البشرية برمجت عدة مشاريع في إطار 4 ديال البرامج، اللي هو البرنامج الأول اللي هو تدارك الخصائص على مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية، كاين البرنامج الثاني اللي هو مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، البرنامج الثالث اللي هو تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، والبرنامج الرابع اللي هو الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، اللي كيضم ثلاثة ديال المحاور أو ثلاثة ديال البرامج فرعية، منهم المحور أو البرنامج الفرعي ديال دعم التمدرس ومحاربه الهدر المدرسي، اللي في هذا السياق هذه المناسبه تم توزيع مفاتيح ديال سيارات النقل المدرسي على الجمعيات ديال المجتمع المدني اللي غتكلف بتسيير وتدبير هذه السيارات في اطار شراكه مع الجماعات وكذلك مع المندوبيه الاقليميه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كان واحد اتلاء يعني تسليمنا لهذه الحافله، يعني حافله النقل المدرسي. كان شعور يعني واحساس عجيب. لماذا؟ لما لهذه الحافله من اهميه كبرى، خاصه انها يعني تفك العزله يعني عن تلك المنطقه، خاصه يعني المنطقه يعني منطقة سكانها يعني يبعدون كثيرا عن المدرسة، عن الإعدادية، وهذه الحافلة يعني ستحد يعني من الهدر المدرسي. السلام. كنشكروا السيد العامل وسيدنا على هذه المبادرة الطيبة، لأنه كنا بحاجة لهذا الشيء هذا باش كنساهموا نحدوا من الهدر المدرسي، وكنشجعوا الفتاة القروية على هذا باش تبع الدراسة ديالها. وهذا كنتمنى من الله يكون من المزيد، وهذا هو الكلام اللي تم احتجنا عليه، والشكر. كنا في حاجه لهذا النقل ومازال في حاجه اكثر من هذه الحاجات، اللي هي لانه انت كتعرف في بالنسبه للعالم القروي كاين مشكل، لانه البعد والمناصره كاين شويه البعد، وكاين المشاكل اللي هي كتعاني منها الفتاه القروي، لان باش الوالدين ديالها دائما تيكون عندهم واحد الخوف كثير عليها. ولكن بالفضل ديال هاد السيارات هادو اللي كتنتقل من دواوير المؤسسه، الناس كتكون عندهم واحد الثقه كافيه. علاش؟ لانه عندها الثقه على بنيتها ومامنه عليها، لانه المشكل الوحيد هو بعد الظن اثم. ولكن الحمد لله كنتمناو الامور تزيد من قدام اكثر. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.